ضربات عنيفة وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الساعات الماضية ضد 36 هدفا للحوثيين في اليمن بهدف عرقلة هجمات الجماعة الموالية لإيران. في المقابل نددت طهران بالهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن وقالت إنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتتعارض أيضا بشكل واضح مع إعلان واشنطن ولندن عدم رغبتهما في توسيع نطاق الحرب والصراع بالمنطقة. نناقش هذا الملف مع ضيفينا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي اليمني محمود الطاهر ومن لندن عضو حزب المحافظين البريطانيين باباك أماميان. أهلا بكما. أبدأ معك سيد باباك. ضربات عنيفة إذا وجهت الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الساعات الماضية ضد 36 هدفا للحوثيين في اليمن. الحوثيون يقولون أن ليس لها تأثير فعلي وسيستمرون. في رأيك ما تأثيرها فعليا على الحوثيين وقدراتهم؟ السؤال إليك سيد باباك، يبدو أن الترجمة لا تكون واضحة. إذن نذهب إلى القاهرة مع ضيفي محمود الطاهر. الحوثيين سيد الطاهر يعني يرفعون من حجم التحدي والتصعيد، هل يدلل ذلك على أن هذه الضربات لم تؤثر فعليا على الحوثيين وقدراتهم، أم أن هذا الصراخ يأتي على قدر قوة هذه الضربات؟ نعم، أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين مشاهدي قناة سكاي نيوز. الحقيقة أن الحوثيين لديهم وفقا لما رسمه الحرس الثوري الإيراني رسموا عدة سياسات للحوثيين في إدارتهم للصراع. في حال أنهم وجدوا أن هناك حزما شديدا من قبل الولايات المتحدة أو دول المنطقة على الحوثيين سيكون هناك تراجع، لكنهم يرون في الوقت الحالي أن هناك لينة من قبل في التعامل معهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هم يعني يرسلون رسائل بأن هذا تحدي ونحن أقوياء قادرين أن نواجه أمريكا وبريطانيا وإسرائيل في البحر الأحمر وفي كل مكان وفي سنحرر القدس. يعني ولديهم أهداف كثيرة، وبالتالي عندما يتم مواجهة أو عندما تشن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على مواقع محدودة جدا وعلى مناطق يعني قد تكون فاضية تماما بسبب إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية الحوثيين قبل أن تنفيذها للضربات بأن يعني لا تؤثر، وإنما الذي يؤثر بشكل محدد جدا بشكل محدد محدود جدا ومؤقت تلك الضربات التي يتم اصطياد الصواريخ البالستية أو الطيران المسير قبل إقلاعها مثلا، لكن غير ذلك لا 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 يمكن أن يؤثر. مثلا إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد القضاء أو الحد من هذه الهجمات بشكل على الأقل على المدى سيد محمود اعذرني على مقاطعتك لأننا سنقل خبرا عاجلا وردنا الآن ثم ربما نعود للنقاش إن سمح الوقت. مصادر عراقية تتحدث عن اغتيال القيادي في عصائب أهل الحق ناجي الكعبي على يد مسلحين مجهولين في محافظة ميسان. طبعا للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي. حيدر، تطويق لمكان الحادث وفتح تحقيق مع الحديث عن هروب المنفذين، ماذا في التفاصيل أيضا حيدر؟ نعم فعلا عملية الاغتيال تمت بإطلاق وابل من الرصاص من قبل مسلحين مجهولين على مدير العلاقات العامة في حركة عصائب أهل الحق في محافظة ميسان. هذا الحادث بالتأكيد يشير إلى أن الوضع الأمني في بعض محافظات العراق لا يزال يشهد تنافسا ولا يزال يشهد توترا بين بعض الفصائل، وأيضا يضع العديد من علامات الاستفهام حول الجهة المنفذة لهذه العملية، إن كانت جهة داخلية أو خارجية. إن كانت جهة خارجية فالبعض يعتقد أنه يندرج ضمن تصفية بعض القيادات الميدانية لبعض الفصائل المسلحة في الداخل العراقي. التحقيقات هي من ستثبت ذلك إن كانت عملية الاغتيال نفذت
بتوجيهات خارجية أو أنها تحمل أطار منفذين من الخارج أو إن كانت من الداخل نتيجة كما قلت بعض الصراعات الحاصلة بين الفصائل المسلحة. محافظة ميسان من المحافظات التي تشهد بين الحين والآخر اضطرابات أمنية وعمليات اغتيال، وبالتالي التوقيت في هذه المرحلة هو من يثير الشكوك. نعم. مدير العلاقات العامة يعني في عصائب أهل الحق، ما أهميته من ناحية قيادات يعني هذا الفصيل حيدر، ما أهميته بالنسبة لعصائب أهل الحق؟ طبعا هذه القيادات هي مهمة للفصائل المسلحة أو العصائب، لأنها قيادات أولا انتماءها يكون انتماء عقائديا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى مدير علاقات عامة بالتأكيد له المنصب، يعتبر منصبا رفيعا داخل الحركة، وخصوصا في محافظة ميسان على اعتبار أن هذه المحافظة من المحافظات الجنوبية التي تعتبر مهمة في العراق. وبالتالي أي قيادة ممكن أن يكون مدير علاقات وممكن أن يكون قياديا، هذه القيادات تعتبر قيادات ميدانية، وبالتالي اغتيالها بالتأكيد مهم بالنسبة لهذه الحركات. أشكرك. إذن كان معنا من بغداد مراسلنا حيدر الأستي، سنبقى على اطلاع منك دائما عن أي تطورات. نفس الفكرة معك سيد باباك التي طرحتها على سيد محمود. الحوثيين يقولون أن هذه الضربات لم تؤثر عليهم، وبالتالي هم مستمرون فعلا في تهديد الملاحة الدولية واستهداف يعني القطع الأمريكية والبريطانية وليس فقط الإسرائيلية. حسنا، فيما يتعلق بسؤالك بادئ ذو بدء، أود أن أوضح أنني مندهش جدا أن الولايات المتحدة والأوروبيين قد شنوا هذه الهجمات ضد الحوثيين على مدار الأسابيع القليلة الماضية، لأنهم دائما ما يقومون بتكليف وتعهيد هذا الأمر إلى إسرائيل، فهم نادرا ما يتخذون أي إجراءات. انظروا أنهم لم يتخذوا أي إجراءات ضد إيران، فهم يوعزون الأمر إلى إسرائيل وإسرائيل تتولى هذه المهمة، وهذا ليس عادلا على الإسرائيليين بشكل عام. ولكن عندما يتعلق الأمر بالهجوم على الحوثيون، فهم يعطون هذه التحذيرات مسبقا وللميليشيات التي تدعمها إيران، وبالتالي حتى يقومون بنقل هذه القطع وهذه والقادة، وبالتالي لا يكون لهذه الضربات أي تأثير. انظر لما حدث في 3 يناير، فإن الولايات المتحدة حذرت النظام الإيراني من الهجوم في كرمان، وبشكل غير مباشر، وإدارة بايدن بشكل غير مباشر قد مكنت من النظام الإيراني من أن يحمي نفسه والإرهابيون في مدينة كرمان. هذا أمر غريب، هناك سوء إدارة للحرب. من هو العدو هنا؟ إن أردنا أن نهاجم العدو فلماذا تحذره؟ هذا أمر غير منطقي، هذا أمر يسبب نوعا من البلبلة والغموض وسوء إدارة الحرب. ويمكنني أن أضيف قليلا أنه حاليا هناك سوء إدارة للحرب بشكل عام. هذه الفكرة، فكرة التحذير المسبق، حدثت أيضا سيد محمود في العراق، كيف تفسر وكيف أيضا تفسر ما طرحه واستغرب من هذا الأمر سيد باباك أماميان من المشاركة المباشرة للجانب الأمريكي والبريطاني، يعني وقال أن هذا الأمر لا يحدث غالبا؟ نعم، الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا سياسة الرئيس بايدن هي سياسة غريبة الأطوار. يعني عندما يعني تبلغ بأننا سنقوم بمهاجمتكم، بمعنى أنها تمنحهم الفرصة أو لا تريد أن يكون هناك ضحايا مدنيين، لكنها هل هي لا تدرك بأن هذه الميليشيات سواء في العراق وفي سوريا أو في اليمن ستتخذ كافة التدابير حتى لا تتأثر
من تلك الضربات الأمريكية والبريطانية، أم أنها لا تريد أن يكون هناك جرحى أو ضحايا مدنيين أو ضحايا من القيادات هذه الميليشيات حتى لا يتوسع الصراع؟ أنا مع فكرة ضيفك من لندن بأنه يعني هناك سوء إدارة في الحرب، هناك سوء إدارة في السياسة، هناك سوء إدارة حتى في الدبلوماسية، وهناك سوء تقدير لما ستؤول إليه الأمور في ظل هذه الأوضاع وفي ظل هذه الإدارة التي تديرها إدارة بايدن في منطقة الشرق الأوسط. هي تدرك أن الحوثيين منذ أن قدمت يعني منذ عهد الرئيس ترامب يعرفون بأن هذه الميليشيات يعني حاولوا معها عدة محاولات لأن تسلك سلوك السلام، سلوك الانضمام، الاحتواء مع المجتمع، لكنها رفضت. ومع ذلك جاء بايدن من الصفر وبدأ يعاملهم معاملات على أنهم لهم الحقوق وأنهم أقلية يحق لهم المشاركة السياسية. وخلال الفترة الرئيس بايدن لم نرى هناك أي تقدم، بل بالعكس هذه الجماعة تفهم الرسالة الأمريكية بطريقة خاطئة بأنها ضوء أخضر لمزيد من السيطرة على المنطقة، لمزيد من التصعيد العسكري. قبل أن يهدد الحوثيين الممر الملاحي الدولي، كنا قد حذرنا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي من أن هذه الجماعة إذا سيطرت على محافظة الحديدة فإنها ستهدد العالم بشكل أجمع، لكنهم لن يرضخوا لما ولن يسمعوا لنداءاتنا وتحذيراتنا، وبالتالي هم رأوا بأم أعينهم بأن هذه الجماعة لا يمكن يعني طيب. أصبحت تهديد عالمي ليس لليمن أو لدول المنطقة. ومع ذلك لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل معهم بنوع من اللين، أحيانا توسط سلطنة عمان، وأحيانا توسط الصين، وأحيانا تقول بأنها رسائل تحذيرية. لا تدار الأمور بهذه يعني هذه جماعة إرهابية، طالما أنت صنفتها كجماعة إرهابية دستورك، دستور الولايات المتحدة الأمريكية والقانون الدولي يجبر الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي باكتثاث هذه الجماعات مثل ما حصل مع داعش، تنظيم القاعدة. إذن كيف يمكن أن تصنفها جماعة إرهابية وبالتالي تتعامل معها، تتواصل طيب معها دبلوماسيا؟ إذن هناك غرابة في التعامل الأمريكي. نعم، كيف نفسر هذه الغرابة سيد أماميان؟ يعني أنت قلت سوء إدارة أزمة، سيد محمود وصفها بالغرابة. لا أعتقد أن واشنطن ولندن سيقومان بعمل أكيد وراء هذا الأمر رؤية، طموح معين، مصالح محددة. لا يمكن أن يكون فقط سوء أزمة أو غرابة فقط. سيد باباك ما رأيك؟ شكرا على هذا السؤال الوجيه. دعني أوضح عملية اتخاذ القرارات في البيت الأبيض. هناك أربع مجموعات: واحد إدارة الخارجية. إدارة الخارجية تهتم فقط بالدول التي تقوم بها بتجارة وأعمال تجارية معها الولايات المتحدة مثل الصين وأفريقيا. ثم لديك وزارة الدفاع التي تهتم بالدول التي توجد بها قواعد أمريكية. فإن لم تكن هناك قواعد أمريكية في أي دولة فلا تهتم بها الولايات المتحدة. ثم بعد ذلك الإدارة التي ثم لديك إدارة الاستخبارات العسكرية. والاستخبارات العسكرية تركز فقط وتقدم آراء للدول التي تقوم بها أو تكون هناك مواجهات مع الولايات المتحدة. في حالة إيران فإن لأنه ليست هناك وزارة خارجية، وزارة الدفاع تهتم بإيران، وليست هناك استخبارات عسكرية، وبالتالي فإن ما تركز عليه في الاستخبارات الأمريكية CIA، ورئيس الاستخبارات الأمريكية هو ويليام بيرز، وهو مهندس JCPOO اتفاقية إيران في 2016. هو من بدأ المفاوضات السرية مع الإيرانيين في عمان في 2013، وهو مهتم جدا ألا يحدث أي شيء إلى هذا النظام الإيراني، لأنه يريد أن هذه الصفقة أن تسترجعها أيضا مرة أخرى، وهناك انعدام، وبالتالي لا توجد أي أعمال عدائية واضحة ضد هذا النظام. سيد محمود، يعني هذه المرونة والردع
المحسوب، أي الصفعة التي ربما تكون لينة إن صح التعبير، كيف لها أن تحقق الردع؟ كيف يمكن المساومة بين يعني ضبط مسألة الملاحة الدولية وبين الرد المحسوب واللين من الجانب الأمريكي وهو متواجد بثقله في البحر الأحمر وخليج عدن؟ نعم، الحوثيين ينظرون إلى هذا بأنه نوع من التشجيع. الحوثيين كلما وجدوا لينة كلما زادوا من عنفوانهم، زادوا من عملياتهم الإرهابية. هذا التعامل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قد يزيد الحوثي إصرار على مهاجمة السفن الأمريكية والبريطانية والعالمية، وإضافة إلى ذلك الفرقاطات والبوارق الحربية في البحر الأحمر. ها يعني لكي الحوثي ينظر بأن كلما زادت قوته أو كلما هاجم بعنف كلما وجد خفقان من الولايات أو خوف من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وبالتالي يتراجع. وهم يرون أيضا بأن هذه القوة التي القوة والعنف الشديد الذي سيقابلون به الولايات المتحدة من خلال الهجمات في البحر الأحمر وتعطيل حرية الملاحة الدولية، بأن الولايات المتحدة ستخضع. يعني شجعتهم الولايات المتحدة على هذه الفكرة عندما توقفت خلال الفترة الماضية، خلال الثلاثة الأيام الماضية، بينما الحوثيين كان بشكل يومي يهاجمون السفن. لكن الولايات المتحدة تركت فرصة يبدو للدبلوماسية الصينية والعمانية، وهذا شجع الحوثيين أكبر مما جعلهم يهاجمون مباشرة السفن الحربية بشكل واضح. وبالتالي هم فهمون بأن اللين الأمريكي هو ضعف، وبالتالي نحن سنرى خلال الفترة القادمة بسبب هذه السياسة البريطانية والأمريكية سنرى هناك عنف أشد وهناك تصعيد عسكري أكثر، وربما قد تخرج الأمور عن سيطرتها. الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على أن يعني تخفف من هذا التصعيد العسكري الحوثي، قادرة أن تحد من التهديد الحوثي من خلال فقط هناك قرارات أممية على الحوثيين أن يتم تنفيذها، مثلا قرار أممي 2216 وإن كان الحديث عنه قليلا، على الأقل الآن هناك القرار اتفاقية ستوكهولم على الحوثي أن يلتزم بتنفيذ هذه الاتفاقية. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تغفل جانب مهم وتذهب إلى الهامشية. ما هو الهامشية؟ وهو أننا نحدد فقط ضربات ومناطق محددة لضربها. هذا قد يقولون بأنه قد يحد من التهديد التهديد الحوثي، وهذا يحد صحيح بشكل مؤقت يعني ربما لساعات، لكنه لن يحل المشكلة من جذورها. سيد بابان، يعني اللين سيقرأ بأنه ضعف كما قال السيد محمود من قبل الحوثيين، وبالتالي بالفعل سيذهبون إلى المزيد من التصعيد، وهذا الأمر لا ينطبق على الحوثيين فقط، حتى الفصائل المسلحة في العراق وأيضا سوريا التابعة لإيران ستنظر إلى هذه الضربات المحدودة والمحسوبة على أنها ضعف. حسناً، أنا أتفق مع ما قاله ضيفك الكريم من القاهرة، أنهم يركزون على مفهوم الرد المحسوب، ولكن تعريف هذا الرد المحسوب أو وتعريفه وفقاً لإدارة بايدن هو استخدام أسلحة على قدر أو على نطاق ضيق وليس على نطاق كبير. نحن ننظر إلى الولايات المتحدة على أنها أقوى قوة عسكرية في العالم ويمكنها أن يكون لها رد فعل أكبر من ذلك، ولكن إدارة بايدن تقوم بتعديل ردها العسكري وفقا لقدرات العسكرية لخصمها أو لعدوها، وهذا مرة أخرى لا يمكنني أن أتفهمه كيف توصلنا إلى هذا الموقف، وهذا أمر غريب أيضا. الشيء الآخر الذي ذكرته عن أذرع إيران، إن نظام الإيراني ليس لديه شعبية في داخل إيران،
وبالتالي فإنه يستخدم أذرعه حتى يبدو وكأنه نظام كبير وله أهمية، وهو بالتالي يمول هذه الأذرع والفصائل بكل ما يملك حتى تظل نشطة وتظل تقوم بهذه الأعمال. إن تمكننا من إيقاف التمويل إلى النظام الإيراني فإن النظام الإيراني لا يمكن أن يدفع لوكلائه ونظرائه، ولكن إدارة بايدن للأسف قد سمحت لإيران بأن تحصل على أكبر قدر من الصادرات النفطية على مدار الخمس سنوات السابقة، وهذا أمر قد أسهم بشكل كبير في أن يسمحوا بأيضا التجارة بشكل حر، وبالتالي أين تذهب هذه الأموال ومن يستغلونها في تمويل هذه الجماعات؟ انظر إلى نائب الرئيس مستر محمد مخبر، السيد محمد مخبر، فهو الشخص المسؤول عن تمويل هذا النظام، وبالتالي فلم يستهدفوا أي من الأشخاص المسؤولين على التمويل والمالية في إيران، فقد سمحوا لهم بالتصرف بحرية. هذا أمر أيضا لا أفهمه. سؤال الأخير إليك سيد محمد، بالنسبة لتصريحات وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، طبعا قال أن عمليات القصف للحوثيين غير كافية، يجب التوصل لحلول متوسطة وطويلة الأمد للخروج من المأزق الحالي. ما الحلول يعني طويلة الأمد والمتوسطة لإيجاد حل حقيقي، لأن يبدو أن العمليات العسكرية لن تؤثر بالفعل على الحوثيين ويستمر الأمر والسجال، وربما تتطور يعني التأثيرات على الداخل اليمني أكثر؟ نعم، للأسف الشديد هناك ضعف في الدبلوماسية اليمنية حقيقة، وخصوصا مجلس القيادة الرئاسي، هناك ضعف شديد وعدم التعامل بأمر بمسؤولية تامة تجاه الأوضاع الحالي. الأمر مع لإحلال هذا لحل المشكلة وإنهائها تماما هو إبعاد الحوثيين عن المناطق الحساسة، المناطق القريبة أو الساحلية، إلزام الحوثيين على تنفيذ اتفاقية ستوكهولم. احنا ندرك اكثر من 8 سنوات او 9 سنوات بان الحوثيين عندما يكون هناك عملية عسكرية حقيقية على الارض، الحوثيين يخسرون ويتراجعون وثم يعلنون الاستسلام. ما كانوا يذهبون الى اتفاقية ستوكهولم لولا كانت القوات المشتركة على تخوم وموانئ الحديدة. الحوثيون العمليات العسكرية القوية وحدها لا تكفي صحيح، وخصوصا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تتعامل مع هذه الجماعة بتعامل لين، أو ربما أنها تعمل حسابات السلام في المنطقة، أو لديها حسابات أخرى ومصالح أخرى. لكن الحلول العسكرية هي الناجعة، الحلول العسكرية الحقيقية الناجعة على الأرض. لا نقول يجب القضاء على الحوثيين، ولكن يجب القضاء على خطرهم، إزالة الخطر المهم وهو خطر هذه الجماعة، نزع السلاح، إلزامها على أن تكون هنا، على أن تجلس على طاولة الحوار حوارا حقيقي. لا تقدم شروطا، ولا يجب للمجلس القيادة عفوا ولا مجلس القيادة الرئاسي أن يستمع لهذه الشروط. هناك حلول جذرية حقيقية وهو العمل العسكري على الأرض، بعاد هذه الجماعة من هذه المناطق الحساسة وخصوصا الممر الملاحي الدولي، وإجبارها على السلام، السلام بالطرق التي العمل بالطريقة التي يفهمها الحوثي. لكن عندما أنت تذهب إلى محاورتها، نحن ندرك منذ أن نشأت هذه الجماعة بأن كل الحوارات التي والاتفاقيات التي تمت معها سواء مع الداخل اليمني أو مع الأمم المتحدة كلها نقضها الحوثي وفشلت مع الحوثي، لأنه يعلم في أن في السلام هو تحقيق أهدافه وآماله وطموحاته. محمود طاهر الكاتب والباحث السياسي اليمني كنت معنا من القاهرة، ومن لندن عضو حزب المحافظين البريطاني باباك أماميان، شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا هذا الحوار في غرفة الأخبار.